الحمد لله العظيمة رحمته الواسعة مننه سبحانه وتعالى وعطيته، لا إله إلا هو وحده لا شريك له، أرسل إلينا عبده الذي جعله في البرية صفوته وجعله في المرسلين خاتمته. اللهم أدم الصلاة والتسليم على عبدك الكريم سيدنا محمد من هديتنا به إلى الصراط المستقيم، وعلى آله وأصحابه وأهل حسن متابعته، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم وملائكتك المقربين، وعلى جميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، يا من يسأل فيجيب وينادى فيستجيب ويستعطف فيعطف ويسترحم فيرحم. يا أكرم الأكرمين، أنت الذي قلت يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. اللهم اهدنا فيمن هديت، أهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وأنت الذي قلت يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. اللهم فأطعمنا من الجوع وأمنا من الخوف، واكسنا حلل تقواك ورضاك الأكبر يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. وقد جمعنا الله وإياكم في ليلة النصف من شعبان، في ليلة جاء عنها حديث أول وثاني وثالث ورابع وخامس وسادس إلى أكثر من 15 حديثا وردت ما بين صحيح وحسن وضعيف تشير إلى الليلة وفضل الحق في الليلة ومغفرة الله في الليلة ووجوب تضرع المؤمن بالله إلى الله في هذه الليلة وخضوعه وانكساره ودعوته، وكان القدوة في كل ذلك رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها المؤمن بالله، ليلة بكت في مثلها عين نبيك من معرفة الله ومن خشية الله ومن محبة الله، فما لعينيك لا تبكيان؟ قل لعينك تبكي في مثل هذه الليلة، وهي أحد الليالي التي كان سيدنا علي يفرغ نفسه للعبادة فيها، أول ليلة من رجب وليلة النصف من شعبان، وكان من دعوته فيها: اللهم إن مغفرتك للظالمين وأنا من الظالمين فاغفر لي. فقد خضعت قلوب الصحابة وآل البيت الطاهر والصالحين من عباد الله من النبيين وأتباعهم للحق جل جلاله، وخشعت وبكت وتوجهت وتذللت والتجأت إليه واعترفت بين يديه سبحانه، وهو مسلك منه لا بد لكل صادق، مسلك لا بد منه لكل موقن، مسلك لا بد منه لكل من يهاب الله، لكل من يخشى الله جل جلاله، مسلك لا بد منه لكل من يروم المرافقة لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإذا قسي القلب وجمدت العين حتى في الليالي الفاضلات وأوقات التضرعات والابتهالات، فبأي قلب يلقى هذا الإنسان ربه سبحانه وتعالى؟ وبأي عين يلاقي مولاه؟ وكل عين باكية يوم القيامة إلا عينا بكت من خشية الله، وعينا غضت عن محارم الله، وعينا سهرت في سبيل الله. في مثل هذه الليلة افتقدت أم المؤمنين سيدتنا عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم من فراشها وبيتها، وخرجت إليه، وفي ليلة من مثل هذه الليالي وجدته في بقيع الغرقد يزور أهل المقبرة، وفي ليلة من مثل هذه الليلة وجدته في المسجد ساجدا حتى وقعت يدها
على قدمه وهو يتذلل لربه ويخضع ويخشع ويعترف لمولاه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكانت ليلة اعتنى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتذلل والابتهال، وحدثنا أن الله يغفر فيها بعدد شعر غنم بني كلب، وهي قبيلة من العرب معروفة ومشهورة بكثرة امتلاكها للأغنام، وعندها الأغنام الكثيرة والمغفرة لا كعدد الأغنام ولكن عدد شعر الأغنام، كم في كل واحدة من شعر. فالليلة ليلة مغفرة، والليلة ليلة فضل من فضل الله تبارك وتعالى، تعرض لها أيها المحتاج إلى ربه، أيها الفقير إلى ربه، أيها القادم على ربه جل جلاله وتعالى في علاه، تعرض لمغفرته، تعرض لنفحته بقلب يندم على ما كان من تقصير في جنب العلي الكبير، في ما بينك وبينه، فيما بينك وبين والديك، فيما بينك وبين رحمك، فيما بينك وبين جيرانك، فيما بينك وبين أصحابك وأصدقائك، فيما بينك وبين أولادك وذريتك، فيما بينك وبين مواقع عملك، فيما بينك وبين من جالست أو عاملت مجالسة ولو ساعة ومعاملة ولو واحدة في الدنيا، فإن الله سائلك عن كل تلك المعاملات وعن كل تلك المجالسات. وما تجالس اثنان وما تصاحب اثنان في ساعة من ليل أو نهار إلا سألهم الله عن صحبتهما هل أقاما حق الله فيها. فأحذروا قلوبكم في إدراك مهمات المؤمن نحو من آمن به إلها ورضي به ربا، آمن به خالقا رازقا قادرا حيا قيوما مطلعا عليما بصيرا، بيده ملكوت كل شيء وإليه يرجع الأمر كله سبحانه وتعالى. رزقنا الله حقائق الإيمان، ورقانا في مراتب اليقين، ورزقنا التمكين في علم اليقين وفي عين اليقين وفي حق اليقين. وأين يرزق الإنسان المؤمن هذا؟ بأي مهاترات، بأي مجادلات، بأي لغو، بأي لهو، بأي تنافس على الفانيات، بأي الكراسي، بأي المظاهر الدنيويات تنال اليقين؟ ولا بشيء من ذلك، ولا ينال إلا بحسن الإصغاء والاستماع إلى خطاب الحق ورسوله صلى الله عليه وسلم والإيقان بما قال، بثم حسن العمل وحسن التفكر في عظمة الإله الذي بث آثار عظمته في كل ما كون وفي كل ما خلق وفي كل ما أوجد، ففي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد جل جلاله وتعالى في علاه. واشهد جمالا أشرقت أنواره في كل شيء ظاهرا لا خافي، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، أي شيء خلق يدلك، أي شيء خلق فيه آيات من عظمته، فيه آيات من قدرته، من تصويره، من تقديره، من تدبيره، من تسخيره جل جلاله وتعالى في علاه. فاملأ قلبك بعظمة هذا الإله سبحانه وتعالى، وتهيأ للقائه جل وعلا، فاغتنم فرصة الليالي البواقي، ذهب العمر عنك والوزر باقي، والبس الذل للمهيمن واخضع، وتهيأ لعرض يوم التلاقي، والق ما في يديك من كل شيء وارمه للفراق قبل الفراق. بادر بتوبة إلهك سبحانه، بتوبة إلى إلهك جل جلاله وتعالى في علاه قبل أن تبلغ النفوس التراقي. الله يكرمنا وإياكم بصفو المعاملة وصدق الإقبال عليه وشريف المنازلة، ويوفر حظنا من إدراك مثل هذه الليلة المباركة، ويجعلها ليلة فرج للمسلمين، كشف للضر عن المؤمنين، ونظرة منه ليمننا ولشامنا ولشرقنا ولغربنا، نظرة تزيل العناء عنا وتدني المنى منا، وكل الهنا نعطاه في كل حين. يا ربي تمزقت
أحوال المسلمين وتفرق شعثهم وأنت أدرى بهم وتناولتهم أيدي عدوك يضربون بعضهم ببعض، فاكشف الكربة ورد كيد عدوك في نحره، ولا تبلغ إبليس ولا جنده مرادا فينا ولا في بلداننا وأوطاننا ولا في أهل الإسلام والإيمان. يا كريم يا منان يا رحيم يا رحمن يا الله. وقد حملت لنا مجموع الأحاديث صفات نحو 16 لمحرومين من المغفرة لا ينظر الحق إليهم في هذه الليلة ولا يعفو عنهم بعد المشركين بالله. نعوذ بالله من الشرك بالله، وهو أن تعتقد أن مع الله شريكا أو إلها آخر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل جلاله وتعالى في علاه، وذلك هو الظلم الأكبر، وهو أقبح أنواع الكفر وأقبح أنواع الذنوب. إن الشرك لظلم عظيم، أن تعتقد أن مع الله شريك، أن مع الله إله آخر، أن أحد أو شيء في الأرض أو في السماء في الظاهر أو الباطن يقدم أو يؤخر من دون الله، يأمر وينهى من دون الله سبحانه وتعالى، ينفع ويضر من دون الله سبحانه وتعالى. إنما هم عبيد، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وقد طهر الله الجزيرة من هذا الشرك الخبيث الأكبر على يد محمد خير البشر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وما صار كما صرح في حديثه يخاف الشرك على المصلين من أمته من بعده، ولكنه يخاف محقرات الذنوب ويخاف التنافس على الدنيا والعياذ بالله تبارك وتعالى والتكالب عليها. يقول: أما إني لا أخاف أن تشركوا من بعدي، كما روى البخاري في صحيحه قال: ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم والعياذ بالله تبارك وتعالى. يقول: إن الدنيا بسطت لأمم قبلنا فتنافسوا عليها تنافسا غير لائق غير صحيح غير شريف غير حسن فهلكوا بذلك. وهو يخاف ممن يهلك من أمته بالتنافس على الدنيا. طهر الله قلوبنا من قصد سواه ومن إرادة غيره تعالى في علاه. وهكذا ربط بالمشرك المشاحن، في قلب شحنة لمن يقول لا إله إلا الله، في قلب شحنة لمسلم. إن أعرف الناس بلا إله إلا الله أعرفهم بقدر من قالها، أعرفهم بقدر من نطق بها، أعرفهم بقدر من جرت على لسانه. إذا كان أعرف بمعناها فهو أعرف بفضل أهلها، وهو أعرف بحرمة أهلها الذين قال فيهم صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس، يعني من المقاتلين والمشركين، حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. وحسابهم على الله، وحسابهم على الله. فينا من يظن باسم الدين يجوز له ينصب نفسه محاسب على لعباد الله تعالى، ينصب نفسه حسيب على خلق الله، ينصب نفسه وكيل، ينصب نفسه مسيطر. الله ما أعطى هذا الأنبياء ولا جعل هذا للأنبياء، وقال: فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، وما أنت عليهم بوكيل، وما أنت عليهم بحفيظ. يقول له سبحانه وتعالى، ومع ذلك حتى كيفية الخطاب لهم، يقول: فإن كذبوك فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة. كيف يخاطبهم بهذا الخطاب؟ كذبوك، قل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. انتبهوا لنفسكم ولا تقول فعلكم وترككم على طول الخط. هكذا يعلم الله نبيه صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله، فما بال النفوس تلعب بعباد الله تبارك وتعالى وتزين لهم اعتداء بعضهم على بعض
وتزين لهم تطاول بعضهم على بعض بمجرد رغبة في نفسه أو تخالف في رأي مع غيره، وعد يبرر لنفسه بدين الله. دين الله أكبر من رأيك ومن هواك ومن نظرك ومنك ومن شيخك ومن حزبك. دين الله أكبر وأجل وأعلى وأعظم. دين الله أمانة، دين الله وحي، دين الله نقى عن الهوى، دين الله خضوع للجبار الأعلى جل جلاله وتعالى في علاه. دين الله خاطب فيه رسول الله حبه وابن حبه أسامة بن زيد: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: قد قاتلني يا رسول الله، وإنما قالها لما هويت بالسيف عليه تعوذا. قال: فهلا شققت عن قلبه؟ فويحك، فما تصنع بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ وردها ثاني مرة وردها ثالث مرة، حتى يقول سيدنا زيد: تمنيت أني ما أسلمت إلا يومئذ حتى يجب الإسلام ما كان مني من هذه الخطيئة. وهو حب رسول الله وابن حبه، وما ترك له فرصة في اجتهاده ولا رايه أمام ظهور حرمة الدم بالنطق بالكلمة. وقد سئل صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت قان قاتلني الكافر المشرك وقطع يدي ثم لاذ بشجرة فقال لا إله إلا الله، أقتله؟ قال: لا. قال: قد قطع يدي يا رسول الله. قال: لا تقتل. قال: قد قطع يدي ثم لاذ بالشجرة يقول كم؟ قال: لا تقتل. قال: قد قطع يدي. قال: لا تقتله، فإنك إن قتلته صرت بمثابته قبل أن يقول كلمته، وصار بمثابتك قبل أن تقتله، يرجع مكانه قبل أن تقدم على قتله، وتصير أنت بمثابته قبل أن يقول لا إله إلا الله. هكذا جاءت مناهج محمد ومناهج النبيين والمرسلين ومناهج الصحابة والتابعين عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، على بينة من أمرهم في أخذهم وعطائهم وقولهم وفعلهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فثبتنا الله على دربهم، فذو القدح فيهم هادم أصل دينه ومقتحم في لج زيغ وبدعتي، فما بعد هدي المصطفى وصحابه هدان، ليس بعد الحق غير الضلالة. فيا رب ثبتنا على الحق والهدى، ويا رب اقبضنا على خير ملتي. فيا ربي ثبتنا على الحق والهدى، ويا ربي اقبضنا على خير ملتي، وعم أصولا والفروع برحمة، وأهلا وأصحابا وكل قرابتي، وسائر أهل الدين من كل مسلم أقام لك التوحيد من غير ريبتي، برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. المشاحن لا يغفر له في مثل هذه الليلة من في قلبه شحنا على مسلم، فكيف من يتمنى قتل المسلم؟ فكيف من يفرح بقتل المسلم؟ ومن قتل ظلما في أقصى الأرض في أقصى الشرق فارتضيه رجل ارتضى ذلك رجل بأقصى الغرب، كان شريكا لإثم قاتله، كان شريكا في إثم ذلك القاتل والعياذ بالله تعالى. وهكذا هكذا طهر الله قلوبنا وطهر الله أيدينا ورزقنا الصدق معه جل جلاله وتعالى في علاه. وإنما جاء في شريعة المصطفى على يد الخلفاء الراشدين على يد سيدنا علي قتل البغاة بطريقة حفظ فيها الحرمات وعظم فيها شؤون النطق بلا إله إلا الله، وأبى أن يستعمل أسرى أو أن يوصفهم بكفر، أبى ذلك عليه رضوان الله تبارك وتعالى. وصدق وجادل من يجادله وقال: أرأيتم لو وقعت في سهم أحدكم أم المؤمنين عائشة تستحلون منها؟ ما تستحلون من جواريكم؟ ثم كان منه أن يمر عليها في كل صباح: كيف أصبحت يا أمه؟ ويخيرها ويكرمها ويجهز من أهله من يسافر معه ويشيعها ويخرج برجله إلى خارج المدينة مودعا لها عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. على ذلك تركهم صاحب الأمانة وصاحب الرسالة ومن أحسن البيان
صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه، واجعلنا وإياكم ممن سار في دربه. فاحذر أن تبيت وفي قلبك شحنة إن كنت تسمع النصح، إن كنت تقبل النصيحة، إن كنت تريد الخير. فقد شغل عدو الله وجنده قلوب المسلمين بالشحنة على بعضهم البعض، وهو وصف يذمه الله ويبغضه الله ويمقت أهله والعياذ بالله تبارك وتعالى. ولقد قال صلى الله عليه وسلم مخاطبا لبعض أصحابه: فإن استطعت أن تبيت وليس في قلبك غل على مسلم فافعل ذلك، فإن ذلك من سنتي، فإن ذلك من سنتي صلى الله وسلم عليه وعلى آله، ورزقنا اتباع سنته. عامل الله في ليلتك بصفاء المحل الذي ينظر إليه رب العرش، ما بينظر إلى تاليفك ولا إلى خطبك ولا إلى صورتك ولا إلى أتباعك ولا إلى من يصفق لك، بينظر إلى قلبك جل جلاله، ينظر ما في قلبك ويعملك على ما في قلبك. صفي لله قلبك جل جلاله وتعالى في علاه، وبت على حالة يحبها الله يرضاها الله جل جلاله وتعالى في علاه، ولا تترك في بيتك قاطع رحم فلا يغفر لهم في هذه الليلة، ولا عاق والدين فلا يغفر لهم في هذه الليلة، من كل من سولت له نفسه تكدير قلب أبيه أو تكدير قلب أمه، ففيهما فجاهد، يقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ومن لم يزل أب أو أم على قيد الحياة الدنيا فغنيمته وجنته أن يبرهما ويدخل السرور على قلبيهما. ولما جاء بعضهم يريد الجهاد مع نبينا صلى الله عليه وسلم قال: ألك والدان؟ أحي والدا؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. قال: جاهد في سبيل ربك من خلال أبيك وأمك، أرجع إلى عند أبيك وأمك. وجاءه الثاني يريد أن يتبجح يقول: إني خرجت وأبي وأمي يبكيان يريد الجهاد معه. قال: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما، ارجع. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي حفظ الحرمات يقول له بعض الصحابة كما جاء في الصحيح: إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وإن امرأتي خرجت الحج وحدها ما عندها محرم. قال: اذهب فحج مع امرأتك، اذهب فحج مع امرأتك. صيانة العرض والوقوف مع الأهل أفضل من خروجك للجهاد، روح اذهب فحج مع امرأتك. هكذا بلغ وهكذا بين وهكذا جاءت شريعته. ولكن من المسلمين من لهم قلوب تتبع الهوى، تأخذ من كلامه ما أرادت وتأخذ من سنته ما أرادت، وتلوي نصوصه كما أرادت، وتلعب بكلامه كما أرادت. وما هذا الإسلام ولا هذا حقيقة. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذ قابل أخوه المسلم ما يدري بنفسه حتى تحت أي راية هو يقاتل، وما غايتها وانتهاءها، وإلى أي سياسة، وإلى أي طائفة، وإلى أي جذور تنتمي. ويقابل أخاه المسلم إذا سمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم في من حمل السيف على أخيه المسلم جاب له 20 تأويل، من عند من وعلى أي أساس، على أي أصول في الشريعة، على أي وعي وفهم للصحابة أو التابعين أو تابع التابعين. يا بعضهم يجادل سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تبارك وتعالى، وقالوا: أليس يقول الله: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفي إلى أمر الله؟ قال: أن أعير بهذه الآية أحب إلي من أن أعير بقول الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال: أحسن لي تشهد علي إنما خرجت قاتل، ولا تشهد علي أنني تعمدت قتل مؤمن فتحق علي لعنة وسكون النار والعياذ بالله تبارك وتعالى. ألا فلا ترجعوا بعدي كفارا، ألا فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ولكن من اتخذ الدنيا معبودة، من اتخذ السلطة معبودة، ما عاد يصغي لكلام الرب ولا لكلام حبيبه، ويقول: هو لي الكلام، وهو لي الكتاب، وهو لي السنة، وهو صاحب العلم على ظهر الأرض. أهوى تلعب بعباد الله تبارك وتعالى. والله يكفينا شرها ويخلصنا منها ومن ضرها ومن آفاتها حتى نستقيم
كما يحب الله. قال لقوم سيدنا لوط لما يمشون للنجاة في الليل: وامضوا حيث تؤمرون، ما قال وامضوا حيث تهوون، مش حيث تريدون ولا حيث تتخيرون، حيث تؤمرون، مش حيث الأمر، حيث في الفعل أو في الترك، في الأخذ أو في العطاء. يعرض له على صلى الله عليه وسلم، يعرض بعض الفتن القائمة في أمته والواقعة في أمته والآتية في أمته، فما تأمرنا؟ قال كنت مع إمام المسلمين وجماعة المسلمين. قال فإن لم يكن جماعة ولا إمام، قال فاعتزل تلك الفرق كلها. قال ذا الكلام وهو يدرك إيش يقول، ما يدرك، هو أعلم بما ينشأ في أمته ويكون. قال هذا الكلام هو شجاع ولا هو جبان؟ ما أشجع منه صلى الله عليه وسلم. قال هذا الكلام ولا أحد أغير منه على دين الله. أكبر من ذلك، يقول له فما أصنع؟ قال كن لزيم بيتك واملك عليك لسانك وليسعك بيتك. أفرأيت أن دخل علي داري؟ قال جاءوا إلى الدار ما خلونا. كن كخير بني آدم، الأحسن من بني آدم. من يقول؟ صاحب الرسالة، صاحب البلاغ صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. وهذا الحديث بعض الناس ما يعجبهم ولا بقى يطبقوا إلا بعد ما يموت في البرزخ بيطبقوا. متى؟ إذا ما كان في فتن أزمنتنا منتظر الله، متى هذاك؟ متى بيكون تنفيذ هذه الأحاديث؟ متى بيكون تطبيقها؟ متى بيكون العمل بها؟ إذا ما هي في الفتن الصم الظلم الطاغية لكل واحدة منها متصلة بجذور كفار يا في شرق الأرض يا في غربها، فمتى يكون؟ ما هذه الرايات وما وراءها ومن يقودها ومن له القرار فيها ومن للسانه تلعب فيها ومن لأمره ينفذ فيها؟ يغالطون أنفسهم. نرجع إلى مظلات الكفر، نرجع إلى مظلات المعصية، نرجع إلى مظلات أعداء الله وأعداء رسوله. فإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم، نعم المولى ونعم النصير جل جلاله وتعالى في علاه. وشغل العبادة اللي خلقنا الله من أجله، به الفخر وبه الشرف، وهو الزاد الأشرف للقيامة. دع من يستصغرون الأذكار والتسبيحات والتحميدات ويستهزئون بأصحابها، قل سترون عاقبة أصحابها وعاقبة استهزاؤكم. وقد عرض لنا الرب في القرآن أنه بجلاله وعظمته يبكت أقواما من الكفرة لاستهزائهم على الذاكرين واستهزائهم على الداعين. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. يا رب لماذا جريت لهم هذا الغضب وأجريتهم بهذا المجرى؟ قال إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا. في ناس من المسلمين يشبهون هؤلاء الكفار، يقول ذول شغلهم ليل ونهار رب اغفر وارحم، رب اغفر لي ارحمني، رب اغفر وارحم، ما معهم شغل ثاني. هذا أكبر شغل، هذا شغل محمد، هذا شغل موسى، هذا شغل عيسى، هذا شغل آدم، هذا أكبر شغل في الأرض. تستهزي بذكر الله؟ وهل ينفعك قتال أو جهاد من دون ذكر الله؟ أي المجاهدين أعظم أجرا؟ قال أكثرهم لله ذكرا، أكثرهم لله ذكرا. أي المصلين أعظم أجرا؟ قال أكثرهم لله ذكرا. قال لهم ربي إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. الذي عرف قدر الذكر أنبياء الله ورسله، حمل الرسالة سيدنا موسى عن الله ليتوجه بها إلى القوة الطاغية على ظهر الأرض التي تعدت الحدود، وقال أنا ربكم الأعلى فرعون. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري. ليش؟ قال كي نسبحك، كي نسبحك كثيرا ونذكرك
هذا شغلنا بنسبح بنذكر، هذا شغل أهل الرسالة، هذا شغل أهل النبوة. تستهزيبه؟ وانتم بتدري لو ارتفعت آثار التسبيحات بمظاهرها سواء للذين في ديارهم ومنازلهم وخلواتهم أو عاقدين المجامع لها في الأرض، لو ارتفعت لذقت أليم عذاب ما يخطر على بالك في الدنيا قبل الآخرة. لكن بها يدفع الله البلايا وبها يكشف الرزايا. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. سيدنا يونس عليه السلام ما كان مجاهد؟ ما كان زاهد؟ ما كان عنده الأوصاف الفاضلة؟ قال لكن ما نجوته إلا بتسبيح. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. أتهزأ بالدعاء وتزدريه وما تدري بما صنع الدعاء. سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. وإن وجاء في الحديث القدسي إني لأهم بالعذاب على أهل البلدة، فإذا نظرت إلى عمار بيوتي والمتحابين في والمستغفرين بالأسحار صرفت عذابي عنه. إن الله يدفع بالرجل الصالح البلاء عن 100 أهل بيت من جيرانه، يقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ويقول سبحانه وتعالى ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات، يعني في مكة، لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من شاء. لو تزيلوا، لو بعد هؤلاء المؤمنون والرجال والنساء الصالحون لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منه. فأخر العذاب عن الكفار رحمة بهؤلاء، بسبب هؤلاء. لولا رجال، الله يقول في القرآن ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات عليهم رضوان الله تبقى كانوا مستضعفين بمكة، وصرف العذاب العام على أهل مكة بسبب وجود هؤلاء فيما بينهم. لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. ولكن أين الذين يطلبون النصرة اليوم لدين الله تعالى ولإعلاء كلمة الله؟ ومن أركان نصرتهم ينظرون إلى أهل القرب من رسول الله وأهل سر الرؤية ليستنصروا الحق بهم، كما روى لنا الإمام البخاري في صحيحه يغزو فئام من الناس فيبطئ عليهم الفتح، وإذا أبطأ الفتح عليهم قالوا يا من؟ يا أمريكا ولا يا روسيا؟ قالوا يا من؟ يا أمم ولا يا ظلم؟ قالوا يا من؟ قالوا هل فيكم من رأى رسول الله؟ قراها في صحيح البخاري، هل فيكم من رأى رسول الله؟ فقال نعم. بقي بعض الصحابة يقدمونه يستفيد يفتح لهم. قال ثم يغزو فئام من الناس فيبطئ الفتى عليه، فيقال هل فيكم من رأى رسول الله؟ منين يستمدون نصرهم هؤلاء؟ منين كيف يستمدون تأييد الحق لهم؟ هل فيكم من رأى رسول الله؟ قد انقضرض الصحابة مع بقي أحد، بقي بعض التابعين، فيقال نعم، فيقدمونهم فينصرون. قال ثم يغزو فئام من الناس فيبطئ الفتح عليهم، فيقال هل فيكم من صحب رسول الله؟ والنبي يذكر أن هذا يقع في أمته، وأن الآراء والأنظار والأفكار عندهم تجري هذا المجرى، وأقره من عنده أقره أنهم بيقولون كذا وبيحصل لهم كذا صلى الله عليه وسلم. من هذه طريقة التفكير التي أقرتها النبوة وأقرتها الرسالة. ها؟ بعض المجاهدين يقول لك شرك هذا، لكن هذا نظرة النبوة وهذه نظرة الرسالة وهذا نظرة التابعين ونظرة تابع التابعين عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. والله يصلح أحوال المسلمين، والله ينظر إلى المسلمين. ينبغي أن يحسنوا أدبهم مع الله تبارك وتعالى. يا من يخاف الشرك على المؤمنين، نحن وإياك نكره الشرك ونكره أهل الشرك، ونرجو من الله يهديهم. فلا تسمي المؤمنين الموحدين مشركين، لا تسمي المتوسلين مشركين، لا تسمي المتبركين مشركين. إنهم على هدى، إنهم على نور من ربهم، إنهم على اتباع. هات لنا من يقول إن مع الله إلها آخر ننصحه وإياك وننقذه وإياك بكل ما أوتينا من قوة. تجي للمتوسلين، تجي للمتبركين، تجي للمجتمعين على الذكر، وتنسب إليهم الشرك الذي نظف الله قلوبهم منه من صباهم وصغرهم فضلا عن كبرهم.
ونظف منه قلوب آبائهم وآبائهم وأجداد آبائهم. صفوة من صفوة من صفوة تنسبهم لماذا؟ ولكن قد نسبوا السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار للشرك وقاتلوهم نعوذ بالله. وجاء الصحابي يمر على فئة من هؤلاء قد جاء من 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 الغزو، جاء من 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 ثغر بعيد، فلما سمع الأذان فرح، له مدة ما سمع الأذان أقبل، وإذا بهم جماعة من الذين أصيبوا باللوثة في طريقة نظرهم وتفكيرهم. أقبل لما رأوه عرفوا أنه ما هم من طرازهم ولا جماعتهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا عليك السلام. عجيب، ألستم إخواني المسلمين؟ قال بل أنت أخو الشياطين. صحابي مست يده يد محمد، سمع القرآن من فم محمد، وصلى خلف النبي محمد، قالوا أنت أخو الشياطين. قالوا ما بالكم؟ قالوا لنقتلنك. قال ألا ترضون مني بما رضي به مني رسول الله يوم جيت وكنت مشركا كافرا؟ قالوا ماذا؟ قال لما جيت وكنت مشركا كافرا رضي مني بشهادة أن لا إله إلا الله أنا محمد رسول الله. مرضوا؟ مرضوا؟ والهوى إذا طغى على الإنسان كيف يصير الإنسان؟ وأحدهم يظل بغى نفسه عابد وساجد قائم طول الليل، ينفعه قيامه هذا؟ تنفعه صلاته هذا؟ ها؟ والعياذ بالله تبارك وتعالى. ابن ملجم أشقى الآخرين بالنص في جبهته أثر السجدة قائم قوي، ما تنفعه، ما تنفعه ولا سجداته الكاذبة. وهل ينفع نسك الشقي ابن ملجم؟ أشقى الآخرين، أشقى هذه الأمة والعياذ بالله تبارك وتعالى. فالله يرزقنا السعادة، وذا الليلة ليلة إسعاد من أراد الله إسعاده، ولا يغفر تعالى للذين يسبلون أزرهم ولا ثيابهم خيلاء، ولا يغفر سبحانه وتعالى لشارب الخمر ولا مدمن الخمر والعياذ بالله تبارك وتعالى، والتي من الإهمالات وضعف التربية وضعف إقامة سلسلها التي كانت الأسر تقوم بها. صار الأولاد من الصغر ومن أول الشباب تأخذ شلة هنا تجيبه لا عند الحبوب ولا عند المخدرات، وذا من هنا وذا من هنا، وأبوه يظن ولده خير كبير ويظن من آل المسجد وآل الصف الأول وهو من أهل هذاك البلاء والعياذ بالله تعالى. ومن زنى أو شرب الخمر نزع الله الإيمان من قلبه كما يخلع الإنسان قميصه من على رأسه والعياذ بالله تبارك وتعالى. قد يرجع وقد لا يرجع، إن تاب وآب ورجع، وإلا بقي خالي القلب عن حقيقة الإيمان والعياذ بالله تبارك وتعالى. فوجب أن نحافظ على أنفسنا وعلى أولادنا وعلى بناتنا، وننظر ما يقربنا إلى ربنا، ونستعد من ذي الليلة أول ليلة من رمضان، أول ليلة من رمضان ينظر الله فيها إلى أمة محمد، ومن نظر إليه سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا. وينادي المنادي يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. وكل ليلة في رمضان وفي أول ليلة من أول ليلة تفتح أبواب الجنان فلا يغلق منها باب الشهر كله، وتغلق أبواب النيران فلا يفتح منها باب الشهر كله، وتصفد الشياطين. الله يبارك لنا في هذه الليلة ويبلغنا رمضان، ويجعلنا وإياكم من القائمين بحق الله، الصادقين مع الله، المتذللين لعظمة الله، المعترفين بما كان منهم، الراجعين إليه في كل نفس وفي كل حين، حتى يتوفانا مؤمنين ويلحقنا بالصالحين الحين، ويختم لنا بالحسنى وهو راض عنا، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين.